الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى أيا مهد إسكاله ألين نوسو كلمي مكان كان آدي آدك أشرفت بضن أنه إسحسوسينينا وحكمده كتابك إلهي هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي سها أن تحريم كودا هي إني حرامهين وموضوعنا أكساب سيهي وأرن كهذا لديسو آدي آد أي أبا الله رنتهي. لكن محاضرة وحان كسو خلاصي دونا هدي الله إدمه شن الرموت مدى كواد أو عن كهل دونا وحوية مفهوم الغنى غنده أما هيسوه محل يرادا حق معناها لقدوي كاسوا المحور الأول وي. المحور الثاني مد اللبات أو أن كهد الدون وحوية تحريم الغنى إن غنو أما هيسو أي حرامهين بالكتاب والسنة وأقوال العلماء من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن هيسوه أي حرامه كتابك إلهي هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي أقواش علماء الله رب الله صحابة إلى زماننا هل وقت جانا لغسو قارب إن انطبع أي حرمين. محور كسدحات أن كهل الدون وحوية الوعيد الشديد لأهل الغنى، يعني وعيدك أما هيدارتين تضرن أو كسو أرورتي ضدك أو صاحبك أه هيسه. محور كأفراد أن كهل الدون وحوية أضرار الغنى ومفاسده هيسه أضرار إليه هي مفاسد إليه هي ذلك مجتمع أما هن نقضان مجتمع جود أما هن نقضان فردي أضرار أي كلاده هي هي نبات أي كلاده متى ضد بيضاء أو المحمر الخامس هديع وقت أهلنا وحان كهل دونا ما يباح من الغنى هي سوين ككل بني محي قار كمدا أيها بيستو لإرادة هيسا قار بابنان كواس لبني أو شرع أو بني محي مدى كوات محور كوات مفهوم الغنى. الغنى هو التضريب والترنم بالكلام الموزون وغيره ويكون مصحوبا بالموسيقى وغير مصحوب. غنوه وهو النقطة صوتين أما ترنم أو عدك الله قرحيه أو هذا أما أوزان له تقنانه هذا الأوزان له أما هذا الآن أوزان لهين لبدا باللغو قابة قارك مدى وحي النقطة مد أي موسيق لحريرته هي مدى بلحرير. والأغنية ما يترنم به من الكلام والجمع أغاني وغنى أي ضرب وترنم بالكلام الموزون. والغناء هو المعروف بين أهل اللهو واللعب غنو تدك لهو ذو صاحبك يعيارك غنو من معروفه. والغناء من الصوت ما ضرب به ويقال
غنى فلان يغني أغنية وتغنى بأغنية حسنة وجمعها الأغاني. والغناء اصطلاحا هو ترديد الصوت بالشعر والنحوه بالألحان، أما التغني فهو ترنم. حاجة اصطلاحا وحي دهان وصوت للسعر عليه أو شعر أما وحيالها اللمتك أو ألحان له أصوات يقاب له سميله. أما التغنمك وهو ترنم، بمعنى مده ومده وتحسينه، بمعنى أنه عدك جيده أو قرحيه أيال هذا غناء. حقا وحق اللقضة وهو إن نغمى ماذا نغمى هرنا محور كلمات وأنا متك مهم كأه وحكو السابسية هاي إن غنوه أما هيسوه أي حرامهين بالكتاب والسنة، كتابك هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هي أقواش الصحابة، هي أقواش التابعين، هي أقواش أتباع التابعين، أقواش أئمة الأربعة، كلهم إن أي حرمان هيسها. كتابك إلهي وحاكم ذا قوله جل وعلا مركي أمانا يدت ووناكسنا إلى يوحي سبحانه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وقال جل جلاله وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. وقال جل جلاله والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال جل جلاله ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وقال جل جلاله واستفزز من استطعت منهم بصوتك. وقال جل جلاله أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. آيلا صدن علمدو قار بلن أو كمدة أو أئمة المفسرين كمدة لوغو ياس وحي كدران هيسها كذلك الزور علمدة مفسرين السيدة مجاهد وكلا وحو كفسري إن لو لجهدو الزور أي لا يشهدون الزور أي الغنى هيسها معناها محاضران. كذلك لهو الحديث علماء سيدة صحابتي ابن مسعود ابن عباس وحيكون فسرين إلو لجهدو الغنى بل سيدة نوع ما أدونتا ابن مسعود وحيكون دارتي أو إلهي سبحانه وتعالى وحيكون دارتي إلو لجهدو الغنى هي سهل لهو الحديث. كذلك واستفزز منهم من استطعت منهم بصوتك إن لو رجلوا الغناء والمزامير أي بدعائك بالغناء والمزامير وكل داع إلى المعصية يعني كو خفيف صوت أغير صوت كذا يعني أي كمتها هاي الغناء أي استخف. كذلك قوله جل وعلا وأنتم سامدون وعكوفة سر ابن عباس سامدون إلا رجل الغنى باللغة الحلية أو مجاهد الحوري هو الغنى بقول أهل اليمن يقال سمد فلان إذا غنى أيال رجل هدي أو هيسو أيال رجل أيالها صوتا علماء أي فسران وحي كتوسة إن هيسو أيهين حرام. كذلك أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أو هيسا حرم إذا أيضنا آد يا آد أي أفر برانته
وحاكمدا حديثي او امام البخاري او وريي من حديث ابي عامر او ابي مالك الاشعري رضي الله عنه انه قال ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف ها وحاي ما دون قوم حلاش دون الحرى يعني الزنا ده فرد هذا الوجه لك على الوجه ده الزنا حريرتا خمرية معازفتا معازفتا على الوجه ده شيء كستا أو معازف واسم لكل آلات المهال الملاهي التي يعزف بها كالمزمار والطنبور والشبابة ويعني وحيالها لمدكا وردن أوله يهيسها الله استعماره أيام معازف يعني معازفة اللولجة إذا مرة أوصن أصير ابن حزم مركي حديث كان أو ضعيفي رده العلماء ابن حزم فلم يصب في تضعيف هذا الحديث حديث كائن تضعيفيه مع الامام البخاري سي او معلق اوك اي كوري لكن علماء الرديين كالحافظ ابن حجر وابن القيم وغيرهم من العلماء ردوا ابن حزم ان اوصل ارنتاس أن أوصف حسنين حديثكم أو أي حديث صحيحة معي حديثكم متصل الصلاة متصلة أي كيم ضرب كله أو ابن حجر العسقلاني وكسو أروري كتاب كيسة كسو سن يعني كنت يعني كنت أغهض لأيه معلقات كالبخاري وعكروا كم إذا أحاديث حرم إذا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة مزمار عند النعمة ورمة عند المصيبة لبضوا لبض صوت أو ملعون أو اللعنة الدنيا والآخرة وهيسها هي مزمارك هي بها هيسها الله استعماره أو النعمة أكثر الاستعمال هي هي صوتك سيدا يعني نعي وكلاية أو الاستعمال حق المصيبة مركي شخص أو قف كلمة توكلة أما المصيبة أي كل عضو إن أو حيابها لم يتحسن أيه أو خلاف سن شرعها سيدا إنه قيلية إنه نركز إسكت جاحة إنه مصائب سمعية حيابها لبضوا بقى لبضع الصوت واللبع لعنة ذوي وعكروا كم إذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام أو حرم إذا هيسا حديث كاسم حديث صحيح هوي وعصو صاري بزار يغير كيسبة وعكم إذا أحاديث تكلا وصحيحة ما أخرجه الترمذي من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي قذف ومسخ وخصف قيل يا رسول الله ومتى ذلك قال إذا ظهرت المعازف وكثرت الغينات وشربت الخمور ها وحائمات أنت أمتي إذا لك إلا لدويه أما مسخ الغصم اللبابيه أو أي كل دعان محاو صلوة وحيلا هذا زلازل شيء بلك إلا لج رأي وحيلا هذا مصائب كأرض أو كلوي قار ما يعرف كصدعة رسول الله عليه الصلاة والسلام مركي معازفته وحيلا هي سهل أو قرن كأه مرك أي فافان كذلك أي فافان ناجه هي سهل ها أي فافان قبلها جواردة أو أضامن كأ أي بطان أو أي هيسان خمر جيل لعبه مركز دكتور يعني وحيوان يسقون بول كلا جرا يسق أي نمبر ها
كذلك وعاك مذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام قولك النبي قوله عليه الصلاة والسلام ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمون بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخصف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير وحا إماد أنت قوم عبد دون خمرها أي عبايا وحين كن مقع عبايا مقع خمر اللي يقين مقع عنا هين هاي لما لعبوا حقائق لما الدورية من البدلان خمر عبايا لكن ما عكلي يبحين آيا كركودا أي لغو هيسة قبله هي جواري أي كدل هيسة ساسو ما كان يدعو النبي وحشي عليه الصلاة والسلام إن دلك للدوين أي قدم دلك أي على الجرا قار كم دنا وحال قدنا قردة والخنازير دان يروح iyo doofaaro ayaa laga dhigaa ayaga dhanba loo bedelaa sida bini aadam u yihiin oo meesha u fadhiyaan waxay soo kacayaan ayagoo daanyeera ah oo doofaaro ah bisabab hadii yani macaasidan darteed iyo dhibaatadan ay galeen ahadiisa nabiga kaleyhi salaatu wasalaam ku soo aroortay waa ay fara badan tahay kadalika aqwaasha saxaabada oo ayadoo arrinkaas ku soo aroortay aad bay u fara badan tahay waxa ka mid ah ma ruwiya an Ali annahu qaal wa majalisu lahwi tunsi alquran wa yahduruha ash-shaytan wa tad'u ila kulli ghayb majalista lahwiga oo qinadu yahaysu ay ugu weyn quraanka waa hilmaamsiida quraanka dhanba waa hilmaamsiina waxa soo xadiraya shayaadinta shayaadintu waa soo xadiraya waxayna ugu yeerayaan wax kasta oo xun kadalika waxa kamida ibn mas'ud qala fi qawlihi jalla wa ala wa min an-nas man yashtari lahwa al-hadith qala huwa al-ghina wallahu alladhi la ilaha illa huwa ayu ibn mas'ud wa sahabi waxaan ku dhaartay ilaah xaq lagu caabudo inuu san jiro ilaah mooyee waxaa loola jeedaa aayadan wa min annaasi man yashtari lahwa alhadiid waxaa loola jeedaa heesa ayuu heeso ayaa loola jeedaa yuradiduha talaata marra waliba ibn mas'uud saddex mar ayuu ku celcelina ayuu ku celceliyey oo ku dhaarana waliba in loola jeedo waxyaabaha ay iibsanayaan inay lahwa xadiidka ah inay tahay alghina kadalika ibnu cabbaasna kadalika saas oo kale ayuu ku fasiray saxaabada laga wariyey taxriimu alghinana aad bay u fara badan tahay kadalika waxaa ka mid ah caaisha radiallahu canha annahaa marat مغنيا يغني في بيت بنات أخيها فمرت به عائشة رضي الله عنها فرأته يتغنى ويحرك رأسه طربا وكان ذا شعر كثير فقال عائشة رضي الله عنها أف الشيطان أخرجوه فأخرجوه عائشة رضي الله عنها waxay aragtay mid heesaya gabdheen guriyo kamida guryaha ee wiilasha la dhashay gabdha ay dhaleen guryo ay leeyihiin waxay aragtay marka isagoo heesaayo isruxruxaya wuxuuna lahaa timo waaweyn waa aragtayna kuwa hadla heesa waa inay aad u timo waaweyn yihiin oo aad iyo aad u farxun yihiin timo waaweynna wuu lahaa markay caaishata radiallahu canha aragtay waxay dhahday uf war shaydaan waaye bixiya gurigiina ka bixiya wayna iska bixiyeen wey
ها كذلك أئمة أئمة ووي بل أئمة الأربعة أئمة أفرتاء علماء أكثر علماء أئمة الشيكتان كل يوم وأي حرمين هيستا الإمام قال الطرطوسي وعويري وأما أبو حنيفة فإنه يكره الغنى ويجعله من الذنوب أبو حنيفة وحوكها أو حرمة هيستا وحونا كتلقى إني كمت هاي ذنوب تأي معاصرة إني كمت هاي ولهذا ابن القيم وحليه مذاهب تأخر تأه مذك أبطر حق حرمت هيستا وحوية مذهب أبي حنيفة مذهب أبي حنيفة يعني رحمه الله وأئمة مدك أو حرم البدن أو أذكين البدن في تحريم الغنى أتباع السنة أو أبو حنيفة رأسنا وحي تصريحيان إن هيست أي تهي حرام كذلك الإمام مالك وأصلنا كمدة أئمة أفرتها وحوي إذا اشترى جارية فوجدها مغنية كان له أن يردها بالعيب وسئل مالك عما يرخص في أهل المدينة من الغنى فقال إنما يفعل عندنا الفسق الفسق إمام مالك حليه حدي نيك أو سوء يبسدو أضن اللي وقت يهرى أضمر ولا يبسدرو سوق أي اللي كان بيه سوق دين لكينه جبر جارية له أو سوء يبسده أو مركي أو قا يبسده كبعد أي عداته إنه يتعي من هيستا إنه يتعي أو هيست هيستا ده يتعي وحاو حو اسكرية إنه اسكعلي أو يرى هذا بس كبيع ما بعن صحة يلا معايا لي عيب أي إلا له عيب تيدنا وحوايا إنه هيستوي وحكنا الله ويديه أهل المدينة كورن كوة بنينا هي هيسه مركز ويري هيسه واحد سمايا وكوة أهل الفسق قالوا تطمع نافيه في عن معي أهل المدينة قار كمدة وحلون نسبيا إني بنيان هيسه إمام مالك ركوع ليه كوة هيسه بنينا هي أما استعمالها هي وأهل الف يعني فسقوي ها وفساق وقوة فسق صاحب كوي وقال الإمام الشافعي رحمه الله إن الغنى لهو مكروه يشبه الباطل والمحال ومن استكثر منه فهو سفيه ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته إمام مالك إمام الشافعي رحمه الله عليه هيسو ومكروه معنى وحرام وحي نشبهان باطلك متك استقوى بصلا وهيسا استعمالا وسفيه ومد آد عقل حوي وأحمقوي شهادي سنة والعلمة هذه هذا مد يعني صاحب الغناء أو مرقاتي صغلو مقاتل صلى أقبل ما معي لو فاسق فاسق وهي شهادة سنوال العلاج يا يعني بالنص الشافعي بالنص الإمام الشافعي وأما مذهب الإمام أحمد مذهب الإمام أحمد في الغنى قال عبد الله ابنه عبد الله الإمام عبد الله وابنه قال وقل سألت أبي عن الغنى سألت أبي عن الغنى فقال الغناء ينبت النفاق في القلب ها الغناء هيستو قلبك وحي كبال ذا نفاق ها في الأخير وحو صبح شخص جيبا منافق زنديق أيو صبح سيدا محايل قلبك مروى البواء وحي كبالنا نفاق
iyo waxa weeye fisqi iyo macaasi iyo dhunub ka bacdi wuxuu noqonayaaba munaafiq caadi ayuu noqonaa. Culimmadu kadaalika waxay soo maqliyaan in culimmadu ay ku ijmaacsan yihiin heesuhu inay yihiin xaraam. waxyaabaha soo maqliyay ijmaaca ijmaacu culamaa waxaa ka mid ah ابن الصلاح في فتاويه وعور ابن الصلاح وأما إباحة السمع وتحليله فليعلم أن الدف والشبابة والغناء والشبابة والغناء إن اجتمعت فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماء. علماء معنى دفك إيا شبابة إيا غنو هذي كل ما علماء وحيك إجماع سين أولية إني حرام تهي إلا دريست بيشتم بمذاهب الأربعة إيا غير كذبة أحد قول كيس الله تريانا أما قلاب كيس الله تريرا أو أرن كاس بنيي مجرو كذلك ممن نقل الإجماع وحكم ذا شيخ الإسلام ابن تيمية أي كم ذا في رده على الرافضي في كتابه منهاج السنة وحولي الأئمة الأربعة متفقون على تحريم المعازف التي هي آلات له ها لو أتلفها متلف عندهم لم يضمن صورة التأليف صورة التالف بل يحرم اتخاذه. علماء أئمة الأربعة وحيث هو فقسيه معازف معنى هيسه هي ملاهدة هي أنواع الضن وحلو استعمال الضن إن أيهين حرام ها بل هذه مت أو إتلافية ها يا بها هيثا لغو استعمال معازف تأي مزامير تأي هدي أو إتلافية ما إدمانا معنا ضامن من نقونا أيوه ما قد بل إن لا سميستا وحوية وحرام. كذلك وحاكم ذا علماء سون نقل ذي أبو طيب الطبري أياكم ذا إجماعة كذلك الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وحليه الأدلة من الكتاب والسنة تحرم الأغاني والملاهي وتحذر منها يعني كتابك أي السنة وهي حرمها يعني هي سهى أي ملاهي كل واحد حرمها يعني. انت سحوية وأدلة كسو أررتي إن أي تهي غناه حرام وعيك كسو أروري تدك استعماله أو أصحابته أه هي سهل هي معازفته هي آلات الله هي وحي الله متك عرضهم وحي كسو أروري وعيك شديد وحونا كتسا أرين كاسو إن أو يهي كبيرة من الكبائر دنبيه واوين أو لقره إن أي تهي عائلة كبيرة علمته شيء وحيكون تعريفيان شيء هدي حد لويل أما وعيد وقصة أرورة سيدة عذاب أما لعن لعنت أما إيمان كل أنفية أما النار قلتان كذا وقصة أرورة إن أو يهي شيء غاسو كبيرة من الكبائر ها كبيرة من الكبائر وعيد شديدة أيانا قصة أروري من ذلك قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وحليه عذاب حنون جيه ها كوى كو يبسنى لهو الحديث أولي يبسنى إنه دكا كبها دي أيان ودكا أي كل ميان
وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. هذا إلهي سبحانه وتعالى مخلوق الدول أقرية وبجيسنا سوى اسكبرنا سيدا إلهي دليس أيين قوة وليسة ووحبا أنقلين با قواس إلهي سبحانه وتعالى وحوليه وقب شاري عذاب. كذلك وحاكم إذا حديثك النبي عليه الصلاة والسلام أو النبي عليه الصلاة والسلام لا يشربن أناس من أمتي يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخصف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. رواه ابن ماجه وأبو داود وغيرهما. أي سوري إن أي إمادة ونقوم قمرينا مقع إسهم استعماله كذو شوضنا اللقو هيسايا. ها إلهي سبحانه وتعالى نبي حشي عليه الصلاة والسلام إن إلهي سبحانه وتعالى ملك اللقو يدونا يغلم قاركم بدنا إيوه عندي لها الدوفاره إيه الدانييره إن لغتنقا مركا أرنكا سوى وعيد شديدة أو كسوى أروري ذاتك عمل كاسحن أصحيب كأه أو شقضة كتلكتي أو عمل كتلكتي ها محورك كله أو أثرات وحوية أضرار الغنى ومفاسده أضرار تأيلاد يعني غنو أضرار تلوحة كمدة إن أي تهي كتاب كإلهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام أي عديين إن أي تهي كبيرة من الكبائر كبائرتنا وحي أولاد هاي خطورة على المسلم في الدنيا والآخرة. مسلم كالدنيا والآخرة لب يتباتو أي كتا مركا مفاسد هذا أي أضرار تلو حكم ذا إن أي خطورة كتا المسلم في الدنيا والآخرة معايل وكبيرة من الكبائر وحاكوا أضرار تلو حكم ذا إن أي قلبك كل لذو نفاق ومن أضرارها كما قال ابن مسعود والإمام أحمد وحيدها الغنى ينبت النفاق غنوه وحو دليا نفاقا كما ينبت الماء البغلة سيدا بيو أيسو دليان زرعيه إيه بغلقه إيه وحيبا الله متك سيوسو دليدو أيسو دليان أيه هيسو قلبك حكو دليان نفاق نفاق أيه كو دليان. الغنى أدراد هذا الحال وحوي الغنى لا يفعله إلا الفساق ها غنوه يهيسو ما سميان إلا فساق دموي كما سيد أويري الإمام مالك رحمه الله. كذلك أدرارت إذا وحا كمدة غنها إن بالله ويسا أو شيطان كيماد عاقبته سنة أي نقطة إلهي سبحانه وتعالى عريس عريس هيسو بالله غير وحكيم على شيطان آخر كان وحي كل ما تا وحوية إلهي سبحانه وتعالى عرديس أي كل ما تا أضرارت الوحى كمدة الغنى مفسدة للقلب مسخطة للرب ها غنو قلبك نواف الثالثة إلهي سبحانه وتعالى نوامد عرق لدوي غنو وعاكم إذا أدرارتيس الغنى رائد الفجور غنوه ومكة ملاحظة أؤى فجورك سيدة أويري الفضيل كما قال الفضيل ابن عياض. كذلك أدرارتي لوحة كمدة محبة الغنى تضرد محبة القرآن من القلب غنها الله جعل الله وحي قلبي كرع الديلا قرآنك جعيلكيس
markastoo qalbiga heesaha uu jeclaado waxaa ka yaraanaya oo ka sii baxaya qur'aankii ilaahay subxaanahu wa tacaala jacaylkiisa maxaa yeelay lianna alghina waxyu shaytaan waqur'aanu shayqiruu waa shaydaanka waxyigiisa wey shaydaanku waxyiga waxyuu leeyahay asagu sida sharciguba waxyi uu yahay kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga asaga waxyigiisa waay waana qur'aankiisa falaa yajtamicu maxabatuhu ومحبه وحي الرحمن وكلامه في قلب عبد ابدا ها محبه او شيطان اي محبه الهي سبحانه وتعالى كلام كيسا اي وحي كيسا جعيل كيسا ان قلب كل ما صورة قلبه مرة كل مكرام كمنا كل مكرام الغنى ينافي الشكر كذلك هيسو وحي أنفنايان شكرك شكرك أي أنفنايان معي إلي إلهي سبحانه وتعالى النعمة يكسي عافمات يكسي وحكسي حبنه إلهي سبحانه وتعالى إنا أغا شكر دعي على غضا هذه مركة آد غيسو يوحيا وقرنا أقلط ماذا إلهي سبحانه وتعالى شكر جيسي mid ku kufriyay ayaa noqonay alqina masaa'ibteeda iyo waxaa ka mid ah iyo macaazibta sababun lianwaaci alcuquubaat fi dunya waalaakhira ha heesaha adraartooda iyo mafaasidooda waxaa ka mid ah in ay sabab u noqdaan cuquubooyin iyo dhibaatooyin ha in ay fi dunya waalaakhira الدنيا إن أي بباتة كوكنت سيدة أمراض عد الروح على الأقوام زلازل والقريب إنه كيف للقري للقوي ذات الأمايل أو مجالاتا سيهود هم مر قريب والقريب على الغباب ها تي آخرة أو وحوي عذاب إيو آد حنون بلا إيو النار أيضاً واسوي أيضاً وأضرار هي المفاسد الغنى مجلبة للشيطان فهو قرناء المغنيين هيسو هي آلات الملاهي وحوي وقوة شيطان كسوج يتو معي لي قوة هيساء صحيحك وقوة غرين لا شياطين مال هذه هيس هي معازف iyo waxa weeye qurunka ay ka jiraan shaydaankuna waxa weeye waa mid soo fariisa iyo maxay yeele waaba waxyigiisi wey waxyigiisi iyo qur'aankii asagu u lahaa ayaa la wadaaba mafaasideeda waxaa ka mid ah alghinaa ruqyatu zina alghinaa ruqyatu zina ghinadu waa heesaha ruqyadooda midda lagu daweeyo يعني وحوية غنو ووحيابها هيسها كينوي ها ماذا حاسنا وحا معروف كوة أو كبحية الفضيل ابن عياض رحمه الله فقال الغنى رقية الزنا الغنى رقية الزنا معي اللي ظهر كينو هيسها هي معازفت ايه يعني مزامرت ملاقي كجران زندنا ومجوكتو زندنا واحد جوكتا معايا زنو يعني هيسو وابا الدوادة هو يضع ومشي الزندة اللي قد دويها يضع الغنى كذلك أضرارته يوحى كمدة الغنى ينوب عن الخمر ويفعل ما يفعل السك هيسو وحي النائب كم أقضان خمره وحينا سرقاميان سيده هي يعني خمر له او سرقامي ها ولهذا اشعار تقار كم هو سو اروري ان هيثا اي كشبهين خمرها ها او اركان كو هيسا مرمر اي دم اني سرقان سين ام ليلى ايون وحبا خمر انا علي معايا لو
وحي جوغا قوسكي خمرغا ايغا دم وا سرقان سنين با مفسي يعني فساد بدن اي لا ايمانايا وحي لا ايمانايا زينبي وحي لا ايمانايا فسقي وحي لا ايمانايا شرطي ودان معايلي هيسو وحي جوغان بوسكي وحويه خمرغا كذلك الغنى والملاهي والمزامير وحاكمي عضرارتو يعني أنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة إن أي بدت كل يحيد ذكر الله سبحانه وتعالى هي وحوية صلاة هي خير فأعطان وأي كل يحيد هذه شخص بأول مغضو مد وحاس دعل أو وحاس مروى البوى استعماره مروى البوى حوية وأوكفقي هاي إلهي سبحانه وتعالى أن ذكر كيسة هي خير كيسة هي صلاة كيسة وحيا الله صلاة وأكفق أنا مركب وأضرار آدي آد أووي أضرارت معك كسو أرارتي آدي آد أي أوفى ربضان تهي مسلم كستنع وحواجب كؤة إن أوكفق يرادو أوكفق هذا عن الغنى المحرم والآلات اللهو والطرب وحياة سوطن إن أو كتيرابه هذا الوحوية تليفنه أو بلاية أي هذا نروكينه ها هذا حتى خير الكفر سيستلابه والوصول نحقرنا الهس هي الشرطي قفك مسلم كأه وإن أو كتيرابه أو كفك هذا إنت أو كتيرابه وحياة بها محورك قدام بيا وحيا بها علماء أيضا نيان وصو اختصارنا إن وحكم ذا الدف أو أبنا هل بناء أيوب بناية وحوب بناية هي حاجة هوانك وحنوب بناية وقت يدا أروس أوجلو أروس ذا هي أفراح ذا دفك معناه هو دربانك وحيواء النهاود ومعناه موسي غير مزامنت هيسي وحياته هو السعران إن أي استعمالان قبله مركع أروسك أو جره أو لفرح سيئي بحيلي قوركو وإن الإعلامي نبي حكى سبناته عليه الصلاة والسلام أعلنوا النكاح نكاح حكم إذا مركع إلا يسوي ماذا وباك الله قرعه وضدك اللي هو يسيه إن قبر ناس قبر نقول سوى أي تاي وضدك لن أي أغادان ها وحاكره بنام جوالي ذا قبرنا يريركا إن أي أشعار وحوي أي استعماله أي سكوجن وحيالات منكراتك وقت يدي عيدك أي استعماله ها وإن أي سكوجن وحال الحانة هي التطريق هي أغاني كذلك مركز قبلها الله بنينا ايه وإن أوصل اختلاط جري ها اختلاط وإن يسجني لكن قبلها ايه ويرين انت صاع سلح قلان ليلة دربانا ما قراءة وهيس معها وحوية وحرام حرام ويل مركز دركو وبنانيا ايه والنبي وعقصوا أراتون عليه الصلاة والسلام فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف يعني نقول كمتك حلالك يمتك حرامك حياك على السالة وحكمدة إن أراس كاس دفك يحيا متك الله قرع ها أوتتك لما قشية أوتتك درسك أي مغلا إن قبضها لقول سدي وحيا الله بنا وحكمدة لكن وإن يسكجر من غير تلحين ولا تضريب بالألحان والأغاني والإختوى حيا الله وإن أوسافكية وأنا إن هل بلعكية وكأعلى قبلها حقود أما أني منك أمبنا وحيا الله بنا وعكمدة الحداء وحيا الله حداء وهو صوق الإبل والغناء لها إن يعني قيلة له يسوء مركا الله وضوك له أما الأرورين يوك له أما وحوية لشبه يوك له إن لا استعماله
يعني هيسها أيضنا ويبنان تاعي وحديث كي النبي عليه الصلاة والسلام مركي أو كويري النبي قوله عليه الصلاة والسلام نن أو هي يعني حاد ويقال له أنجشة وكان حسن الصوت وهو من صوت كسعاد القرحونية مركا صوت كاس قرحون أيو استعمال جري نبينا عليه الصلاة والسلام أيو من لص على يوها والنبي صلى الله عليه وسلم رويدك يا أنجشة لا تكسر القوارب يعني ترتيب ومعناها قبلها معي لي قبلوا بها يوها وعاطفات كي أصوات داس كو آدي أروك عيد بضم واي مركو يقول لي هاي ترتيب ومعناها أن قبلوا يسن جبين فهي الله بنا وحا كمدا يعني اللعب بالحراب حرابتا يعني وحيا بها قاشان وضعي إن لا استعماله هي مركا عدو اللود لو دير قروب هاي أشعار تاس إن وقتها لا استعماله أيضا وإبنانتهي في يوم العيد كذلك وإبنانتهي إن لا استعماله لكن وإن يحيضا أصلا أي كمرانتهي نعم أما إن رقصك ويحيضها أي سميان رقا قال إن سميان وحاسو وحوي وحبنان معه أو أي سلح لحيان أو أي سلح لحيان سدا يعني كو هيسا يوكله أما قوة سرقاسن أو كلا أو مجانين تق أو كلا هنا استعمالان وحياه صعبا ما استعمال أما أشعارته أو بنان أو لو أديجا هي إسلامك هي مسلمين تا أو ضد المسلمين تا هي أهل كودا لو أمانا هي أو شركة هي بدعة هي معاصدة لو حمينا هي أيوة وحياه بس الحان تاس هي تدريب كاس أو أهل فسقه أهل فجور كالغوية قانا أن لا استعماله وحوية وحيابها بناوي وحان كسوة ختمة هذا الأولي هي القرطبي وهو إمام في التفسير تفسير أي مدى مفسرين كأي كميديا آدي آد أي أبيانيي مدة بنان هي مدة عن بنانين هذا الكاسوق ونكش هذي عند قوله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث مركي أو فسره قول كاس إلهي سبحانه وتعالى وعويري القرطبي رحمه الله المسألة الثانية كتاب كيسا وكتاب آدي عضوب الله مركا مسائل فربضاً أيو آياتها بوستو دكسو أروريا وأنا كتاب آدي آدو قيمة بضاً مركا آياتها مركي أو فسيرها رحمه الله وأولي المسألة الثانية وهو الغناء ومن الناس ما يشتري لهو الحديث حرروا أصول مرني إن صحابة قار كمدة أي كفسيرين ولي بقار كمدة أي كبارتين سيدا كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعويري وهو الغناء له حديث كذا يا بقى عيد اللولد جيده والغناء المعتاد عند المشتهرين الذي يحرك النفوس ويبعثها على الهوى ويبعثها على الهوى والغزل والمجون الذي يحرك الساكنة ويبعث الكامنة وحولي يا شيء سمعنا وهيست معروف كاوي ومشهور كقوة يعني عند يعني قوة مشهور كأكتو ذا معتاد بقوة هيست نفت جيدوا أي اللولد جيدا مدى صو نفت كعدة وقدرت هوله هوذا 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 هو كعنة وحيكروا كعنة غزلك غزلك هو وحيابها فواحشت أي الوجه فواحشت أي منكراتك أي كعدوي أي مجوك مجوك وعوية وحيابها
قلة الحياء، يعني واحد إذا ذا يقال مجن الرجل إذا قل حياؤه، ها حياء يعني حشوت دو يراده كواس كوا كعين دوي وحياء بها كان كأو قرصون أو قف كو قرصون أو كوز جرة أو كوز جرة مكت عين دوي. فهذا الشعر قال فهذا النوع إذا كان في شعر يشبب فيه بذكر النساء ووصف محاسنهن وذكر الخمور والمحرمات لا يختلف في تحريمه، لأنه اللهو والغناء المذموم بالاتفاق. هذا نوع شعر كاس أو نوع عاسيه ومتك لو نسبيه هوانك أشعارته هوية اللغو الشيغة هي هوانك أو محاسنته هي سيدة أيهين لغو السفين أي أو خمرك هي نوعية أي لغو السفين أي وحيابها محرماتك لغو السفين أي يفسقك وحولي أي القرطبي ليسكما خلاف سنة علماء ليسكما خلاف سنة إن أو يهي حرام إنه يهي هيستا مد حرامتا علماء الحولية اسكما خلاف سنة فأما ما سلم من ذلك فيجوز القليل منه في أوقات الفرح كالعرس والعيد وعند التنشيط على الأعمال الشاقة كما كان في حفر الخندق وحدو أنجشه وصلمة ابن الأخوة. أما وحوليه متى كنا وقع الحيالات وحابنا أشعارك يتغنق معنا عرن كاس كنا وقع وحابنا إن لبت صلاح صلاح تاما إن لبت صلاح معها وحابنا وحير أو كمدة إن لاستعماله أو قادة لفرح سنية سيدا مركا أروسد جيران أقل ها أروسد ووقتها لفرح سنة هو وقتها بس إن أشعارك لاستعماره أو وحيابها أصلا كمرا ما يبنان تاي والعيد عيد مركا أيامنا فرح يوم الفطر ويوم الأضحى لبدا أصمالنا إلا استعماره وابنان تاي إيا أوقات للرواء إن تنشير لهلا أو الوجرة أعمال آدي آدو أدق مركة أعمال أدق الوجرة إن أشعار تاس ليسكوه الممسي أو نشاط لغهره وإبنان تهي سيدا صحابة مركة أي قدكي خندق أي قول أيين معي روحه قد آدي آدو أدق صحابة مركة قول أيين أشعار أي استعمال جري أو أي عمل كاس طبعا إنه نشاط كهلا كذلك أنجشة وكيادة أنسومري مركي السفر كاللغو جيرو وضبطوا أي أعمال على كل جيران إنه أشعار كاس هي أصوات آلي آلي أقرحون وحوية إن أو قاضر كذلك سلم إن أقوى إنه أصوات إن أي استعمال سيد صحابه أي استعمال جري وقت يدات وإبنان تهي هدي الركات أو كنا بتقلية. فأما ما ابتدعه الصوفية اليوم من الإدمان على سماع المغاني بالآلات المضطربة من الشبابات والطار والمعازف والأوتار فحرامه حرام. أما الصوفية وهي بقى استعمالها وهذا يكون استعمال إلى الآن نبي أمان ها نبي أمان يكون شيخان وهيسو قارك مدى موسيق وحوية آلات لغو استعمال لغو ضرب وحيا بقى استعمالان لغو القرطبي وقت يسي ووقت حاوم عليه وقت القرطبي هدية وكدية وقت أنا حاوم عليه أو صوفية أي سي عسرية سي قرحية
وحولي الحيادة سوف يدعي استعمالان وحولي أي إدمان كأنكتين هو مرة وربع استعمالان وحولي هي سادة كمدة وحولي القرطبي فحرام وحرام من البنان إن لبليستنا ما البنان وانا حرام ها القرطبي آدي آد أيوب بيان ولهذا أيو ابن باز شيخ ابن باز رحمه الله وعبير وهذا الذي قاله القرطبي كلام حسن وبه تجتمع الآثار الواردة في هذا الباب هذا كان القرطبي هذا المعنى تفتروي هذا الكاس وهذا وناتسوي وهذا الكآثارته معي الآثارته مرنا إسوء أرورتي أن بنينت أشعارتاس يحيى الله متك بنينيس إيقار كمدة أو حرم تحرمين آية وحوية وقار كأي ككل سيئ وقوة بنان قوة عن بنانين أيو كوك لقالي القرطبي رحمه الله هذا الكاسم وحده الله ذكرت عند قوله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث في سورة اللقمان في سورة اللقمان عند هذه الآية آيات أولى أظن هذا الكاس هذه آتك أقيم أبدا القرطبي هو هذا لي غناها هي أشعارك قوة بنان هي قوة عن بنانين أنت أس أي نكسر قابلنا إن شاء الله تعالى وأنا صو اختصارني لكن مهم كوحوية لبقى هي واحد كسر سن هي مفسدة إلها ده هاي هي حرمت نبدأ أنت أس أيك غافلا إلى هنا وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا الله استغفرك وأتوب إليك.